صباح الخير. هاد النهار هذا فقت تقريبا بعد شي 5 الا ربع، وحاليا غتكون شي 5 اقسم دابا، والنهار طالع عليك. فدابا حاليا في الصيف كتطلع الشمس بكري، وهاد البلاصه الجنوب ديال ايران كتطلع فيه الشمس بكري وكتغرب فيه بكري شويه، ماشي بحال الشمال. دابا طلع الشمال غتلقى تسعود ومازال النهار، هنايا قل من 7 كتطيح الظلمه. فدابا غادي نجمع حوايجي وغادي نتحرك، ما حد الجو مازال لطيف. دابا غتوصل هذيك 8 ولا شناهي غتكون الحرارة نيت. كاين واحد الحشرات صغيورين ما عرفتش شنو سميتهم الصراحة، و تيقرصو واحد القرصة بحال الناموس، هما صغيورين. هذا هو الفيو اللي كاين قدامي هنايا، الشروق ديال الشمس هنايا، الطريق هاهي هنا، هادي هي الطريق، هما كيدوزو من هنا. يلا داز واحد الكاميو. صحراء هنا في شكال، ماشي بحال اللي عندنا في المغرب. تبان لك فيها واحد الرملة، ماشي ما عرفتش واش كاملة بحال هكا ولا كاينين شي بلايص فيهم شي كجبان رملية يعني حمراء. الرملة عيانة هنايا، هادشي راه القليس هنايا، ما كتسمع والو 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 حتى شي حاجة. انا اللي كنهضر، اسمع انت، ما كاين والو. المهم رقع عليا. جمع دابا الباكتاج باش نتحرك. والله الا عرفتي عامره ناموس هاد البلاصه هادي. جمعت دابا الباكتاج ديالي، غادي نتحرك ان شاء الله. وخليت بلاصتي نقيه، والو حتى شي زبله ديالي ما خليتها هنايا، كلشي درته في هاد الميكا هادي. ودابا غادي نتحرك ان شاء الله. كيبان لي الطوموبيلات كيدوزو، الطوموبيلات والكاميوات كيدوزو هاد الصباح. كنظن ان بنادم كيدوز من هاد الطريق الصباح بكري، يعني كيخرجوا بالليل مثلا من هذيك المدينه ديال شنو سميتها كاع نهفندان، دي بعيدة من هنا بشي 240 كيلومتر. نظن كيخرجوا بكري من تما باش كيوصلوا في الوقت بارد، يعني ان بالنهار كتكون الحرارة بزاف وما كيدوش الحديد بزاف، ولو وقع شي واحد اون بان هنايا مصيبة مصيبة ديال بصح. الا خسرت لي الطوموبيل هنا ولا سخنت لي ولا شي حاجة غادي يحصل في هاد الطريق هادي. وانا نيت دابا لو وقع لي شي مشكل في بيكالا غادي نحصل، فنتمنى السلامة ان شاء الله حتى نخرجوا من هاد الطريق هادي. ماشي رملة رملة هادي، كتبان لك بحال التراب، بحال النوع ديال الرملة في شكل. غير الخلع هنايا، هداك الناموس دار لي الطيارة، ما خلانيش ناس على راحتي حتى شفق دابا، ما خلانيش نجمع على خاطري الحوايج. ها هو جليل عيني، واش واحد الناموس بشكل بلي واحد البناية كاينة تما، راهي واحد الكار هاهو هنا، ما عرفتش شنو فيه. المهم هداك جا على الطريق، غنخرج ونمشي نشوفو شنو كاين تما. عرفتي كنحس براسي والله حتى بحال في شي كوكب آخر ماشي في الأرض. عرفتي واحد الديكور هنا كيفاش داير، والله إلا كتحس براسك بحال في المريخ ولا في شي ولا في شي كوكب آخر طحتي فيه هنايا، تطحتي بحال هكا. دابا الطوموبيل الاول اللي دوز نوقف ناخذ الماء، واخا باقي عندي الماء، انما ديما نحاول ناخذ الماء، يعني ديما يكون عندي بزيت. حتى هاد الناموس هذا ها هي، عرفت واش كيبان لكم ولا لا؟ هي هادي، ترى صغيورة صغيورة ولكن كتقرص. بسم الله توكلنا على الله. شوفوا هاد النهار هذا كيفاش غيدوز ان شاء الله مع هاد الحراره، وغنعبروا الحراره اليوم شحال غادا تكون. الجو دابا شويه يعني مزموت ولكن ماشي حراره بزاف، هو هنا راه ما كاين زعما الجو بارد، الليل والنهار الحراره، حتى بالليل كانت الحراره ما تغطيت ما والو، درت غير هذاك ازار على حساب الناموس برزتني. راه هي ديك البنايه، غنخلي البيكالا وندخل نشوف شنو كاين تمايا. كتبان شكال ابراج يمكن هادوك ديال المراقبة،
ايوا وسط الصحراء هنايا، هادشي هنا مبني غير بالتراب، هاد الطوب هذا مصايب غير من التراب، كان شي حاجة هنايا. هادشي تحت الأرض، كاين بيت هنايا تحت الأرض. ربما دير الماء هذا زعما يكون كان فيه الماء. هما دايرين دريجات هنا اللي بغى يطلع. هادشي برج ديال المراقبة هنا، راه هي ديك البلاصة اللي مبني تحت منها، كاينة غير واحدة واقيلا هي هادي، وهذا هو المنظر من هنايا. هلا لا حول من شي طيارة لا من شي بلاصة. البيكالا ديالي في كشبال، هاد الطوموبيل فين دايز؟ فاش كتبغي تخرج من هاد البلاصة هاديك دير بحالك، خصك تجلس ضروري، خصك تجلس، خصك دير بحالك. صافي كتخرج، نكمل الطريق دابا. فاش جيت انا هنا داز زوج طوموبيلات، دابا كتبقيت واقف الفوق بني دايزين، اما كون وقفت هما عطوني الماكو كان تقريب ليهم، ترى ما كاينش اللي كيوقف اصلا، مولف في الطرقان الاخرين يعني بعض المرات كيوقف ليا بنادم. هنا اصلا بنادم اللي غادي وخايف وراكب في الطوموبيل وخايف لي يوقع لي شي اونبال ولا شي حاجه هنايا، لان الناس كيخافوا او شي كاميو وقع لي جاي. شي كاميو نوقفو، نوقفو ناخذ الماء، ما خاصك يكون عندهم الماء بارد هاد الكاميوات هادو. فين هو؟ فين هو؟ راه هو فين جاي؟ نوقفو، خاصني نشوف الكاميرا، غيحسبنا هادشي زرواطة. الكاميرا هاي تخلع، هاي شوفني كنزلي. عطاك الروح، عطاك الروح. أليس ديال الماء هاد الكاميو هذا؟ الاتكالة. هاهي. السلام عليكم. خوبي. أب. أب. أب يا. ممنون. سعر ها؟ سعر قرعة أول واحد وقف، ما سيرت ليه ما وقف. ممنون برادر. سعر داري يا أخوان داري. ها؟ سعر بزرگ داری یا اخبار داری یا خا یا یا میخوای یا خیر یا خیر تنها آن نفر یا خواتج یا یو برا کرمان 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 یو 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 کرمان میای آه من زایدان ها زایدان آه سوینا دانی آه پاکستان آه اچنتی مراکش مراکو لو مراكش مراكش يس يا اخي يا اخويا انا نجيب قرعه ناخذ التز التز غادي ينفعنا
ها ممنوع. خليلك خليلك تصادق، خليلك خليلك لحظة، خليلك ممنون ممنون بهذا خدافس. سلام. ممنون ممنون. خدافس. انا التلزادي كي غندير لها هذا التلزادي في غنديرها اللي كنديرها في الكاميله ونهرسها. عطاني مناضق قلت ليه لا خليها لك والو ما بغاش اي والو خدها. هذه معروفه عندهم هاد الليموناد ديال حامض. هاد التلجادي غضرب معايا دابا مول كاميون لا عمر دار. اول واحد شيرت ليه وقف صافي. دابا هذا غيضرب معايا بعدا. بعد الاطرانس غيضرب معايا واحد الساعة هكاك. هنا كاع الكاميوات كيكونوا دايرين معاهم هذيك البلاسيير تيكونوا دايرين فيها الثلج. كاين هذه المنطقه هذه انا اللي داخل لها دابا فيها واحد البحيره كتبان هذه ملح هنا يمكن حتى من هنايا او من هنسيا. هذه سميتها بحيره لوت. وهذه المنطقه هذه سميتها كالوت. مازال انا دابا حاليا في كالوت. كالوت هاد المنطقة كاملة ربما اللي فيها هاد الجبيلات هادو. غنوقفو هنا نشوفو هاد البلاصة هادي كيفاش دايرة كتبان فشكال. غنوقفو هنا كتبان فشكال هاد البيوضية هادي غالبا غتكون ملحة يمكن. تقدر تكون في فصل الشتاء كيكون فيها الماء داك غير يكون الغيس محط رجلين صدق نازل تمايا منظنش. مشكلة هادشي هاد غيس يعني كان الما هنايا. حاليا في الصيف مكيبقاش. بحيرة لوت على ما مكتوب في ماب سمي. منطقة كاملة فيها الغيس. هاد الطبقة الفوقانية هي اللي كتبان بيضة. هادي رملة يمكن تحت الغيس. شكال هاد البلاصة هادي. مساحة كبيرة شوية هادي واحد البحيرة نيت كبيرة. شارجة من الجهة الأخرى وغادي القدام. هاد البلاصة هادي كتبان فيها الطريق مخصرة. هذا كيعني أن هاد البلاصة هادي كيكون الماء كنظن هو اللي خسرها. يعني هاد البحيرة كيطلع فيها الماء يعني يمكن كيدوز من فوق الشانطي كاع لأن مقسومة على جوج كاين نص هنا ونص هنا. هاد البلاكة هنايا غلصق فيها واحد اللعيبة ديال المغرب اللي دعس شي واحد يشوفها واش باقا هنايا. شوفوا لا بغات تلصق لينا. عاد شنو كاين هنا شي بير هذا ما كاين والو هنا. نلصق اللعيبة هادي هيا خاصني دابا نتلصق نشوفو واش هادشي. كتلصق جات ناضية خاصني نلصقها الفوق
باش ما ياخذهاش شي واحد. خصنا نلصقها هنا الفوق هنايا، نقز نقز دابا. الا داز شي واحد من هنا وصل لهاد البحيره ديال لوت غتبان ليه هاد العيب هادي هنا، راه هي في اللاصقه الفوق يشوفها واش باقا. ما كتحيد يقدر يحيد شي واحد. كاين واحد البلاكه هنايا فيها شي ستاسيون وقيله ولا شي حاجه، لكن على ما عارف انا ما كاين والو في الطريق. كاين واحد الهلال احمر هنا بانت ليه البلاكه ديالو، غادي نعمر من عندهم الماء، ولكن هنا بان ليا بحال كاين شي ستاسيون. هاد البلايك الكبار كيديروهم فاش كتكون شي ستاسيون. واو عاطيك هنا 1000 متر يعني كيلومتر. هنا نشوفو واش هادشي عندهم بصح. كاين ستاسيون وكاين حانوت وكاين جامع وكاين باركينغ وكاين ريستورون وكاين ميكانيسيان. مجتمع خدماتي رفاهي. انا كنقول ما غيكون والو، يقدر يكون شي واحد قديم وسد. الناس قالوا لي راه ما كاين والو هنا. غادي نشوفو. هو البلاكه ديال الهلال الاحمر، هو باقي ليه كيلومتر يعني فوق هاد الجبل هذا، فوق الطلعه هادي. انا غادي نطلع هاد الطلعه هادي وغادي نلقاه. الماء عندي سخان بزاف، خصني نعمر الماء. كيبان ما كايناش ستاسيون، لكن كاين غير هاد الحانوت غداي. واو شوف هاد الحراره هادي، تلقى شي حانوت دابا غتاخد شي عصير بارد. ها ليش تعطي ستاتين؟ شنو اب ابو فري ابو قالك تعطيه سدي. دابا الساعة تقريبا شي 8:30، هادشي 8:30 وكاينة دابا شي كدا 40 درجة ديال الحرارة، وضرب دابا تقريبا شي 30 كيلومتر، يعني مازال ليا من هنا لديك نه بندان شي 210 كيلومتر. هاد الحلوة هادي عندهم هنايا، هادي ديال كتباع في الحوانت، هادي ديال مشهد، هادي ديال يزد، يعني المدينة سميتها يزد، هادي ديال مشهد. المهم يعني بحال قلتي حلويات معروفين في هادوك المدينة. حتى هنا كاين داك الناموس، ناموس صغيور كحساب ليا كاين غير في هذيك البلاصه صح. حتى هنا عرفتي مني جلست هو كياكل فيا. هاد ديال الهلال الاحمر هربوا واقيلا مع هاد الحراره هادي، هربوا. ها هي مكتوبه هنا ريد كريسنت. هادي تا هي تابعه ليهم. كاين عاوتاني واقيلا بوست ديال البوليس هذاك اللي لها راهو تا هو ساد، كلشي هرب من هنا مول ستاسيون هرب. كل شيء عرف. ودايرين بلايك تما الهلال الاحمر، قلت انا غنوصل غنلقى الهلال الاحمر. ساعة جاب الله بعدا لقيت هذاك السيد عمر لي الماء، كرهت حتى شي روبيني ديال الماء، ندخل تحت منو نتبرد. ساعة داك السيد اللي كاين تمايا حتى هو بان ليا مع جمالو عيان مسخسخ. طالع عليه الدم جوانا في هاد الصحراء هادي. ديك الجهه على الطريق راه والو، ما كاينش الدم والو. بعدا لقيت هاد البلايص هادي، هاد ضرب الطريق يعني دابا ضرب 30 كيلومتر راه مزيانه. نرتاح واحد شويه ونعاود نضرب شي 30 كيلومتر. اليوم نضرب شي 120 هكاك وجدا نوصل لهاديك النهبه بندان. كل البارح نهار الاول الثاني الثالث ندير فيها 3 ايام الا قدرت. الا ضربت 120 اليوم وراء انجاز هاد الحراره وقله الماء صافي اترونس قرب يسالي دغيا. واش تعرفوا راه كاينه الحراره قرعه فيها اترونس كانت عامره كامله. يلا جلس دابا ها هي بقى فيها شويه شي بقيه ما تحركت ضربت اترونس. خاصني نمشي عند السيد نعاود نعمر من عنده الله ما يكونش ناس. مشيت عاود تعمرت الماء مع عند هاد السيد هنايا كيبيع غير المازوط. هو عنده واحد البلاصه تما داير فيها هذيك الماكينه ديال المازوط كما كتشوفوا هنايا. هذا هو الحانوت ولكن ساد مواد غذائي كوير، ولكن ساد الكليمه واقفه. اش واش كيكون حال محال. شو الصنادق
خصنا هذا قرشاو بالشمس. غادي نكمل طريقي دابا. هذه هي صحراء لوت. القاحلة. صحراء بالفارسية هي دشت. دشت. دشت لوت. دابا هذه دشت لوت. كاينين بزاف ديال البنايات هاهم. ولكن حتى واحدة ما فيها شي فايدة. إلا واحدة اللي عطانا منها السيد الماء. عطاني الماء بارد بعدا. عندي إترونس دابا. جيت كنلصق كنقلب على الظل والو مكاينش. غنشوف هاد البلايص هادي اللي لقيت فيها شي ضليلة غنريح نرتاح فيها. دابا ضربت 60 كيلومتر. الساعة دابا 11 قل القسمين هكاك. دابا الشمس واقفة صعيب تلقى شي ضليلة. والو مكاينش الظل هنا. فين هي هاد الضليلة؟ هادي الشمس واقفة فوق. لا لا دخلت تحت منها اللايبة هادي. هيا شوفوا لقينا كيفاش فعلا الحرارة بزاف حاليا. عطينا هنا 47 درجة ديال الحرارة. هاي في كزمان. وهنا نيت تقريبا نفس الشيء 47 46 حتى في هذا. حرارة جد 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 عالية. نسير دازت شي طوموبيلة نوقفها نعمر من عندها هنا. بغيت ندخل زعما هنا ساعة كبيرة بحال مكاينش كيفاش. واحد البلايص هنا راه هي واقيلا واحد البلاصة سم ولكن تا هي غتكون. نمشيو نشوفو هاديك اللي كانت حسن. وليت باغي نتخبى على الشمس. ترى الشمس حارقة. حس براسي كيدوب حاليا. كنظن إلا كاينة الليلة هنايا. الله على الليلة. الحمد لله. إلا داز شي واحد نيت نوقفو ناخد من عندو الماء. حتى الماء مبقاش عندي حتى باش نغسل وجهي. بقى عندها واحد شوية نشربو. وي الحرارة وترى الموت الكحلة هادي. الله يسير الموت الكحلة. اش نتا الظل صعيب باش تلقاها. لقينا بعد هاد البلايصة. واه دابا الريح دافعني. فاش كيكون الريح دافعك الشمس كتبقى تضرب فيك ما كتحسش بالبرد كاع. إلا كان دافعك إلا كان الريح ضدك كيبقى يضرب لك في وجهك كتبقى تحس بالانتعاش شوية. إلا كان البرد شوية منسم. ترى ما كايناش الحياة في الصحراء والو. الحياة ما كايناش. وأنا من أول زعما ضربت 60 كيلومتر وقلت أنا نريح شي بلاصة نعس فيها واحد شوية نرتاح نعمر شي براد. الساعة كيبان ليا ما كاينش الظل هنا. ما تريح في الشمس ما تقدرش تريح في الشمس هنايا. تريح الا مشيتي تجلستي فيها 5 دقائق غادي يدوب لك مخك. انا ملي كنتحرك فيها واخا هكاك ما كتحسش بها بزاف. اما الا جلستي فيها ولا وقفتي فيها واحد شويه ولا نعستي فيها الله يحفظ راه تموت. الله يتا تموت. انا نعستي في الشمس النيشان غاتنعس ما تبقاش تفيق. صافي النعسه الاخيره هي هذيك. الشمس خايبه هادي قاسحة كتحس بيها قاسحة نيت. بلي هنا في الماب واحد 800 متر هنا القدام في الاتجاه اللي غادي فيه كاينة واحد القنطرة. ها هي فين كتبان. كنقلبها على الظل على شبان هاد القنطرة هادي. هادي اللي فيها جوج خطوط هنا كاحلين قنطرة هادي. ولكن واش غتكون قنطرة قنطرة ولا غي شي بلاصة. نصدق هادي تال تما ومنلقا والو. ومبقاوش كيدوزو الطوموبيلات والو. تقريبا دابا واحد ساعة الا روب. يمكن هاد الوقيته ما كيدوز حتى واحد. ما عرفتش الله ما عرفت. تقريبا قلت قاد عليا الماء. غنمشي نشوف هاد القنطرة هادي. الا كانت قنطرة ندخل تحت منها و نضرب تحت منها واحد النعسة عالمية.
ما ماني نعست بحالها الليلة كنتمنى نلقاها قنطرة. شي دابا شوف دابا الحلم ديالي هو القنطرة، نلقى شي بلاصة مقادة يكون فيها الدر. هاي بيكالتي خليتها وسط الشانطي. لا الله الله البرد ولا سخون. المسخن يمكن بصح الا كاينه شي قنطره شي واحد الواد هنايا، خاصني دابا نطل لتحت نشوف شنو كاين. دابا من هنا لقدام ما كاين والو، كاين لا حجر لا جبل لا والو، كاين واحد القادوس. ها كاين قادوس هنا، ثلاثه القوانز ولكن ما كاينش ماشي قنطره زعما ما يمكنش تدخل ليهم. غادي نصبر ونزيد نكمل القدام حتى نشوف الى لقيت شي بلاصه فين ممكن نتخبى فيها على هاد الشمس هادي القاتله. ماشي حارقه، هادي قاتله هاد الشمس هادي. وندبر في المانيش لاني خصني نحافظ على الطاقه ديالي. دابا راه تقريبا شحال المدى؟ شي واحد والو ما جاي شي واحد شوفوا، ولكن هذا اللي غيدوز ضروري كيكون معاه الماء صغير يدوز. دابا ضرب دابا واحد 6 كيلومتر من اخر بلاصه صورت لكم فيها، كاينين واحد القوادس هنايا وليت كنفرح بالقوادس لان الضليله دابا كتبان لي غندخل ليهم غتكون القضيه مبرده فيهم من الداخل. كنتمنى ان صافي بديت كنلصق ان الشمس دابا ولات واقفه. واو ليلى قادوس، واو على راحة يا سلام، واو ليس الراحة رحمة. دابا خاصني غير الماء، ندوز شي مول طونوبيلة نوقفو على الماء. مزموت شوية وخا هكاك ولكن حسن من برا. برا كاين صعب بزاف، الشمس قاصحة. المهم غادي نبقى هنا دابا حتى يدوز شي واحد، تنسمع شي مول طونوبيلة ونخرج. فرشت دابا هاد الطابية وجبت مخدان فختها، عندي هاد العصير هذا هو سخون عرفتي سخون بحال هاتاي. المهم بعدا نحليو بشوية الرحمة، بعدا هنايا نبرد شوية. هاي ما تبقاش منك الشمس، هو سخون هنا هاد البلاصه هادي، هو الشمس بعدا مخبيه ما كايناش كاين الظل. واخيرا بعد الله ما عرفتش نعست وفقت ومن بعد الله ما عرفتش شحال ديال الوقت داز باش داز واحد الكاميو. دابا هي فين الوحده تقريبا فاش وصلت هنا تكون واحد الساعه هكاك ولا ساعه ونص. فكت نعاس شويه فقت لا سقع شي عشان داز واحد الكاميو دبرت من عنده فواحد الثلجه قداش وقرعه ديال الماء يترو مول الكاميو وخيف ماشي هو خيف من اللي يتقاد عليه الماء. وخا عنده الماء بلي بزيد دير واحد الثلاجه اللور مش ثلاجه واحد الصندوق ودار فيه الثلج ودار فيه قرعه ديال الماء فعطاني ايترو ديال الماء. خاد الايترو ما دار معايا والو ولكن اللهم هو ولا والو او باقي هنا. كان غادي مكسير مسكين توقفته هو فراني عيدو شي واحد اخر نوقفه وجاني مازال خاصني الماء. دبرت في هاد الثلجه هادي عرفتي قداش ترى كبيره ما عرفتش الماء ديالها واش نقي ولا ما نقيش ما كنديرو في داك الصندوق. الصراحه هنا كلشي دايز كتبان عامره شويه ب تبان فيها النقاتي ديال الغبرة و داكشي عرفتي راك تلاوي عرفتي صافي واحد لقيتها زعما في ميس سير عينيني محلولين طالقي ودني لي داز شي واحد و سبحان الله بحال حسيت جاي شي واحد. واحد لقيتها فاش كان جاي الكاميو باقي كاع ما عرفتش واش جاي نطول نجلس هنايا جلست بقيت كنطل شوية و نسمعو جاي عرفتي نط كنجري وبلي دايز من حدايا ومكسير قلت غير خاف ما وقفش
ساعه فاتني شويه هو يوقف. دابا غنتكى واحد شويه، دابا ما غاديش نتحرك. دابا حتى ديك الربعه تاع العشيه، دابا الواحده حتى ديك الربعه تاع العشيه ولا شنايا، عاد غادي نموت. اليوم غادي نضرب الطريق شويه بالليل. دابا شحال باقي ليا؟ شي 180 كيلومتر للمدينه. على الاقل نضرب واحد 60 اليوم اخرى، باش غدا تبقى لي 120. صافي تقاد هاد القرار، بقى فيها واحد شويه ولكن بعدا عندها الثلج هذا غنتبرد به، بعدا نحطها على صدري على راسي. حراره بزاف. انا نقول لكم شحال نشوفوا هذاك الجي بي اس شحال فيه، اش كتقول لكم ولا لا؟ اش كتبان لكم؟ 57 درجة. عندي بعدا واحد العصير وداك الشيء غادي نديرو يتبرد بهداك التلج، غنحاول نصيب ليه شي لعيبة. حرارة كتيرة هاد النهار هدا، نتمناو يا ربي ما يتفرقع على البنو، ما يوقع حتى شي مشكلة، ما تدوب لينا البيكار، لا ما يدوب لينا والو. عشي جاب الله دابا هاد القادوس هدا، عشي هاد القادوس عطاك روح. لا قرب شاد لقيتش، الحراره كثيره، الشمس واقفه فوق راسي ديك اللعبه. صافي ما بقيتش قادر نزيد، خاصني شي بلاصه شي ليله نريح فيها، ما بقاش عندي الماء. اجي صراحه القادوس عتقني، يمكن هما دايرينه هنا اصلا الناس، شي واحد بحالي حصل هنا ولا شي حاجه يلقى يدخل ليه. فرشت لها الزميكه هذه باش تبقى نقيه، جاني الجوع هاد النهار هذا مع ما فطرتش. يمكن عندي هاد السباغيتي هادي، يعني طيبه هادي، غادي نفسحها وناكلها. بردتها درتها وسط الثلج، الثلج هذا اللي كنت خديت مع السيد نفعني بزاف صراحه، فدرت فيه هاد الانرجي درينك، عرفتي راه كانت هادي طيبه. درت هنا دابا ولات بحال لا خارجه من الفريكو، العصير حتى هو هنايا، هادشي رجع فيه الروح. دابا عندي انا هذا عصير ديال الاناناس تاو درته هنا، شي ليموات درتهم هنايا، وهاد هاديك اللعيبه اللي كليت ماشي سباغيتي، هادي دابا هادي لاصوص ديال سباغيتي، هما كتسمي سباغيتي صوص، انا كنحسب ليا سباغيتي بالصوص، ولكن فاش حليتها لقيتها صويا، ولكن ما ضاعش زعما، راه كليتها كامله. هي ديك الصويا اللي فيها دايره بحال اللحم، وربما ديك الصويا هي كامله بروتين كنظن. غادي نتحرك دابا من هاد القادوس هذا، الله يلين فعلا هاد القادوس هذا. دابا هاد القادوس هم قديما نتفكرو نقول الله يرحمني قول الوالدين البركه ديال القادوس، عتقني من الموت هاد القادوس هذا. غادي نكمل الطريق ان شاء الله. 10 4 هكاك، يعني شويه الجو بدا كيلطاف، كاينه دابا واحد 47 درجه هكاك، 48 كاين الحرارة ولكن ماشي بحال قبل. المهم شوية دابا بخير. هاديك الشي اللي مكنتش باغي نطيح فيه هو اللي طحت فيه دابا، جات بياسة خاصني قادها تنوت كروفا، والله ما عرفتش من ناس تكروفا، يكون شومبرير دابا مشى غالبا، جاب الله عندي شومبرير آخر، لأن هاد البنو راه جديد، كنت ركبته غير في هاديك المدينة ديال محشر، هذا هو اللي كنت شريت من تركيا، وكنت جبته معايا سكور. راه يلاه مركبو هذا، نشوف هي من هنا واش داخل شي لعيبه ولا لا. كيبان لي ما داخل والو هنا، هذا كيف ما كتشوفوا ها هو، يعني تحد صافي، وصل لهذيك المرحله ديال 50، لان الماكس ديالو هنا هو 50 صافي، و يعني غتكون اكثر من 50 كيبان لي. سير هاد العصيه، هاد ستيك هادي ديال الكاميرا ليلى سخونه، ما تقدرش تحط فيها هادي. هاد البلاصه هادي صحراء لوت، هي سخن من هذيك المنطقه ديال الاحواز، فهاد البلاصه بالضبط سخونه بزاف. البلاصه هادي ما تبغيش العدوك تجي بياسه هنا صراحه، يلاه مكافي مع كتكون، يلاه مكافي مع هذاك الجهد اللي عندك، يلاه كتحاول تمشي به. بعد عندي شومبري سكور، فغادي نبدلو كيف ما كان، واخا تكون بياسة يكون الفالب مهرس، فغادي نبدل حسن. واه هذا سخونية،
ترى ما يمكنش حد يدخل من الداخل. ترى بسيف وقال راه يكون داب هاد الشومبر ما هيش سخون بزاف. تقدرش زعما تدوز لينا كامله في خطر والله ما تقدر. شويه وتحيد. ترى ما هيش بزاف. المحل بوش فيه شي شوكه. انا اصلا نشوف منين غيجي هنا ما كاين لا شجر ديال الطلح لا والو ما عرفتش غيكون شومبرير دابا نقلبو دابا عندي واحد البوم باغي صغيره هذيك اللي كانت عندي خسرات فعيطت طلعت سخون من الداخل نتمنى انها تخدم هاد البومبا مزيان غتخدم غتنفخو ليها مزيان كاميرا حاطه والشانطة عارف ما غيدوز حتى واحد مآمن بأنه حتى واحد ما غيدوز دابا يمكن من بعد شوية يدوز شي واحد الطريق ما دوزاش قليل فين كيدوز شي واحد شوف بعد هاد الشومبرير هذا من مفرقة شتا بومبا هاي صغيرة هاي قد ليدي هاي كتعطل باش تنفخ واه شي شومبريه شحال سخون ترى لا يمكن ما عمرني شفت هادشي في حياتي انا ترى شومبريه طيب ما راه بسيف ما تبيس الله يجي كيحرق تسمع بحال شي واحد الطوموبيل جاي من غيكون من غيكون مشا بياسة هاي جات من التحت يعني ضربت في الجانطة هاي الثقبة يا هادي المهم غنبدلو حنا هاد الشومبرير هذا شنو صايب هذا من بعد مايمكنش ليا نصايبو فهاد الحرارة يقدر يعاود يتحل من بعد إلا صايبتو اللهم نبدلو ونتهنى والطوموبيل جاي وقفوا خاص الشيء اللي من بعيد والو والله ما وقف تيخاف كل اللي كيخاف هذا هو ثاني واحد كيخاف ولكن انا كعيا نوقف ونهز قرعه الماء ان شاء الله الا شي تدوز هذاك السيافر ديال الكاميوات ولا شي واحد عنده شي طوموبيل عيانه هادشي يوقف هادشي هذا مول الطوموبيل عنده 4 باي 4 ما كاين اكسير حتى شي يوقف لك موت انت تما والله الا عشرة مسالي ليا الماء عشرة في الشفت وراه فرحت علاش واحد ساعتين دابا ما دازش شي واحد لكن دابا كنظن ما يتعطلوش باش يدوزو انا برد الحال شويه هادشي لصقت مع هاد الايامات فاش دخلت على الطريق البارح اليوم ما كيشربش الماء بزاف يعني الماء كيسخن واخا تشربو ما كيدير لك والو ففمي نشف وتقشر بسبب انني ما كنشربش الماء بزاف والحراره كثيره في شكل هاد الصحراء هادي واحد من الطوموبيل اخر جاي وقال والله الا ما الطوموبيل خصني نوقف ونهز قرعة بحال دابا هذا غيوقف هذا بالخينة غيوقف شتي عرفتو مولي تحافظهم انا قلت لكم ما غيدوزش سلام هوبي والله الا وليت حافظهم ممنون ممنون قارمة 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 إيبار من إيبار ها؟ إيبار إيبار يا زيدان الله يرحم لك الوالدين ممنون مراكش ها مراكشي مروكو يا مغرب ممنون
افغانستان افغانستان زنداباد كابول كابول هرات كابول هاي نايس تو ميت يو خدافس خديت لي وقل المكامل هاي سلامات وقل اعطاني المكامل اللي عنده والله الا نسيت يكون عنده وقل شي قرعات اخرين ولكن 10 ل 15 اللي تحافظهم قلت لكم راه ما غيتعطش دابا باش يجي شي واحد دابا راه ساعتين باش داز هذاك اللي ما وقفش ولكن دابا بدا يبرد الحال قلت غيدوز بنادم بنادم ما كيخرجش بهذيك القيشه فين كتكون الحراره واه بشي كتحس بالنعمه ديال الماء الله يجزاك كتعرف بحق الماء هنايا شارو قلت لكم هذا الطروبيله غيوقف عييت ما نبقى نوقف في الطوموبيلات دابا باش غنضرب غدا الا ضربت دابا شي 40 كيلومتر هذا الليل غدا غنوصل المنطقه فيها الحوانات وفيها الفيلاجات يعني ما نبقاش نوقف الطوموبيلات لان هنا محتم عليا انني نوقف الطوموبيلات عندك كاين جوج اختيارات اختيار واحد ماشي جوج يا اما غتوقف الطوموبيلات باش تشرب دبر في الماء يا اما غتموت بالعطش في هذه الصحراء هذه اللي ما فيها والو والو ما فيها الصحراء هذه الصحراء الحقيقيه فيها لا حيوانات لا طيور لا نباتات لا والو كل شيء ما فيهاش الحياه حتى انا ما نعيش فيها انا يعني الا ما وقفتيش الكاميوات والطروبيلات غتموت ضروري مساعده من الانسان هنا كي جاني واحد العيا دابا بزاف عشرة حطيت راسي وانا نعس في القدرون قلت زعما غنجلس هنا نرتاح حطيت راسي تويت تلقى راسي كنحلام والله العظيم جاب الله ما حلس عليا جاي واحد الطروبيل شافني هو يوقفني هو عطاني قرعة الماء مثلجة اذا بغيت تبقى معايا غتنفعني هادشي قصتي هاد النهار هذا بالضبط كله غير مع الماء باش عرفوا الاهمية ديال الماء في الصحراء هنا نهار واحد يقدر يموت بنادم الا حصل في شي بلاصة ما فيهاش الماء صعيب 56 درجة وما يكونش الظل شي مازال يقدر يكون الظل يقدر الواحد يصبر ضربت واحد 12 كيلومتر اخرى هكاك عشيت الموت الموت اجي جيت جنب الطريق كاين واحد البلاصة بحال شي باركينغ انا دايرين فيها مزرار صافي ونعست كنت معول باغي نكمل صافي تقادت لي الحجرة هنايا غادي نتكى شوية فقت مع شي وحدة الليل ولا شي حاجة غنكمل ما فقت حتى الصباح راه غادي نكمل في الصباح على حساب المهم انا دابا باغي نعس صافي باغي ناكل لا والو باغي غير نعس عييت صراحة على ما بان لي بانه هاد الصحراء والحرارة ولكن هادي راه حرارة يعني قياسية فهمتش يعني ماشي هاد البلاصة حتى هي فيها هداك الناموس الصغيور هو بدا كيجي عندي غير تكيت هو يبدا يتجمع دابا ماعرفتش فين تيكون انت كتجي تريح عاد كيجي عندك ماعرفتش فين تيكون قبل ما تجي كيكون مريح فشي بلاصة تيتسناك ساعة عرفني غادي نجي هنايا واقيلا حتى نوصل كيجي يبدا يعض فيا ولكن عرفتي معايا انت الله ما غنحس بيه غادي نعس دابا في الطوموبيلات اللي دازو اليوم محسوبين غيكونو دازو شي نقدر نقول لكم واصلينش واحد 15 طوموبيلة نهار كامل يعني طوموبيلة وكاميوات 15 صباح الخير بزاف ما يمكنش شي واحد الريح كيطير كان جاي فاس مع الصباح ماشي مع الصباح غير دابا شويه وجيت جلست في هذه البلاصه هذه شويه درت شويه ولا جاي من الجنب وانما الريح بزاف ما كيخليكش تمشي فانا مريح دابا انا مخبي على الريح انا ندور الدوره يبان لك الريح باغي يهزني لوحنا دازت واحد الطوموبيله ديال العسكر وما يوقفوا عطوني قرعه ديال الماء المهم بارده دابا سخنات شويه ما كنتش وصلت هنا و
ونعست هنايا شويه تكيت في هاد الليله هادي. هاد الجو هذا ديال الصحراء كيدير النعاس، كيخليك باغي تنعس والله الا كيخليك ديما عيان دكدك. تقريبا ضربت هاد النهار 5 كيلومتر، ما عرفتش شحال الساعه دابا، دابا الساعه 8 فقت ماشي الخمسة، هي هذيك كل خمسة خمسة وقسمين هكا كون بديت، ضربت 5 كيلومتر وانا نجي نجلس هنا. كنت دابا غنوض عاوتاني نضرب شي 5 كيلومتر ونعس شي 3 سوايع، هادشي اللي بان ليا، غنبقى كنضرب غير ب 5 كيلومتر 5 كيلومتر. تساليت الله إلا تساليت، وليت بحال شي راجل كبير، الوقفة ما بقيتش قادر نوقف، سمع الله يا ربي الله. فغادي نتوكل على الله ونكمل الطريق نجمع الطابتي هادي. ضربت واحد النعيسة بعدا نقول واحد الساعة. شو دابا فاش غنخرج من هاد البلاصة هادي غيدير ليا الريح. واحد جوج ثلاثة ياي ميمكنش، جاي من الجنب دابا، جاي من الجنب دابا، أفاس مكينش، تسمعو في ودنيك برد سخون. ضربت واحد 5 كيلومتر ونص اخرى، وقفت دابا تحت هاد البلاكه غنستراح، والماء عندي دابا سخن، غنحاول بعدا غير نتبرد شويه بهادي، نحاول نخوي عليا. الله 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 الراحة الله بزاف الله الله شي واحد نيت نوقفو. هاد الماء هذا سخون ولكن غنشرب منه وما عندي ما ندير. بسم الله هاي كيزيد يشحفك الله الله كيزيد يشحفك. هادوك العسكر اللي كانوا عطاوني الماء في الصباح وهما كانوا غاديين هكا، فاش عطاوني الماء عطاوني الماء شديتو دخلت تكيت في هذيك الضلايله تمايا، فاش خرجت عاوتاني كمل الطريق هما يوقفوا، كانوا جايين هما يوقفوا هما قالوا لي هز بيكالا ويلا نوصلوا. فقالوا لي هاد البلاصه راه خطيره يعني فيها الحراره بزاف، نقول لهم لا يسيروا، قلت لهم راه غنمشي دقه دقه حتى نوصل. لما فاش كتخوي على يدك كتحس بيه بارد، ولكن فاش كديرو في ولكن فاش كتشربو سخون كيسلقك. من اصعب الايام اللي دوزت في حياتي في هاد الصحراء هادي والله الا هذاك الراجل زعما عنده الصح اللي كان في الاول، يعني عنده الصح انه هاد البلاصه راه ما خاص الواحد يمشي فيها. انا ما قادرش نهضر ولكن كنحاول نهضر الله ما قادر نهضر الهضره ما كتخرجش. انا جاب الله هاد الليله هادي ديال هاد البلاكه هادي، كاين شي كارير هنايا هو فين كيبان، ولكن ما يكونوش خدامين دابا، غيكونو كيخدمو غير في فصل الشتاء، ما يقدروش يخدمو في هاد الوقيته مستحيل. بنادم ما كيدوش من هنا، تلقاه عنده غرض باغي يمشي وكيدير بالناقص. الطريق مازال في وقيت الشتاء تكون زوينه صراحه، ولكن انا الظروف جابتني في هاد الوقيته هادي، اما في وقيت الشتاء تكون واعره هنا عندهم الصحراء، تكون زوينه، يكون الجو بالليل بارد وبالنهار كيكون شويه مشمش، يعني ماشي حراره بزاف. عييت عييت وعطشت، مكيدوش بنادم بزاف، داز واحد السيد عطاني واحد 4 لترو مدار لي والو، عرفت نموت والله تا فيا نموت، ميمكنش، المهم ميحسنش بهاد العيا هدا، مع العطش، حس بداد ديالي جاف، بغيت ترتاح، تشرب الما شي حاجة باردة، بقالي تقريبا شي. شكدا 20 كيلومتر الأول فيلاج، والله ما قادر نضربها، القدرة اللي تعرضت عليا دابا شد ترونسبور من هنا لتما نمشي، نمشي في ترونسبور، مبقيتش قادر نركب، ربي داري، وما عمرني شفت بحال هاد الحرارة هادي، وهاد الجو هذا، ترى بنادم مكيسكنش هنايا، شحال دابا كتر من 200 كيلومتر، مكيسكنش بنادم، سير مقادرش نهضر، فمي لاصق، ناشف ناشف. ما تنساش فيها ما
من الداخل ومن برا، محافظ على واحد شويه ديال الماء قد هكا سخون، حتى لا كنا نموتو نشربوه بعدا نعيشو شي 20 دقيقه اخرى. والله الى عشر الحرارة. بقيت هاد القنطرة هادي هنايا حتى هي سخونة، حتى هي جات بعدا الشمس ما ضربتش فيها شهر بصراحة. الموت هادي صافي، عرفت الموت كيفاش دايرة، الانسان خاصو يجمع راسو. لا لا ماشي راه الله يجعل الموت. دابا رايح نطلق ودني للدش طوموبيل، واحد داز هو اللي عطاني 4 متر وواحدة هربت ليا، عرفتي يلاه بنديرها هو داز شي 160 ما شديتوش. مغابيت دابا فيا نعاس ومبغيش نعس، هنا انا عطشان فهمتي، غنفيق لاصق نقدر نولي مكوري ولا شي حاجة. ميمكنش، خصني ندوز شي واحد، نقدر ندوز شي واحد نسولو واش يقدر يوصلني على هاديك البلاصة. هادشي راه ميمكنش نوصف ليكم هادشي اللي كنحس بيه. صافي كنحس براسي ليدي بحال هكا مقدرتش نلتزا، والله إلا صافي تحطمت. هذيك الجهاز باش نوض عند الطروبيلات باش كنسمعهم راه ما كاينش، راه ما عرفتش كيفاش تندير ساك النوض، تنقاوم راسي تنقاوم. صافي يعني وصلت لافا ديال غنزيد شي حاجة أخرى غنموت. صافي صافي فمي فمي مبقاش ناشف بزاف، لساني تا هو وما كيدوز حتى واحد من هنا والو، واحد مول كاملين جاي ها هو، غنسولو ولا بغا يوصلني انو بيكالا. الموت الموت والله، الزاد باش ندفع مبقاش عندي. ها هو غيوقف ها هو وقف. شنو الخبر؟ شنو هي؟ كوجاني خيبري مراكش. ها؟ مراكشي. لا على كوجاني ميري تركيا. هو سام ميري بيسا. يا قوم بيسا. بيسا. بس دوتش الخير. بيخيب ما بيعي. ها؟ بيخيب ما بيعي. بيخيب. لا تشارك بغير بزاري بالا. هذا سلام بارو امبري تايرين فينيش فينيش. قربا قربا برا برا ما يرجع بابري. اوكي ممنون او يزنا. خويا حيدنا بعد غير 25 كيلومتر الهضرة مابقاش باغا تخرج. هذاك السيد مول الكاميو جابني حتى لهاد المدينة ديال مهبندان، تيلا رجعت فيها الروح دابا ومازال مريض دابا كنحس براسي ماشي هو هذاك. فاش وصلنا هنا واحد جوج كيلومتر باش نجي لهاد اللوطيل، والله ما الجهد ما كاينش، خاصني نرتاح وناكل الفواكه ونشرب الماء بزاف يلاه ترجع فيه الروح، لأنني كنحس دابا ما نقدر ندير والو صافي ما كايناش الطاقة. السبب اللي دار لي هادشي هذا هو انه ما كنشربش الماء بزاف في النهار، لانه صعيب باش تتوقع توقف من هذا النهار كامل، لكن البشر ما كيسكنش في هذه الصحراء هذه. زائد الحراره، الحراره هي السبب الاول، لانه حراره كثيره كتعدى 57 وفي واحد البلاصه اللي مفتوحه ما فيها لا ظل لا والو، غالبيه النهار ملي كتشمش فانا كنظن الشمس هي اللي دارت لي المشكله هذه، يعني هذيك الشمس انني كنبقى فيها النهار كامل هي اللي جفات لي الداد ديالي، يعني الداد ديالي كنحس بها جافة، ليلى شي كنحس بالجفاف. دابا الروح الاولى ديالي مشات خليتها في صحراء لوت، دابا انا قدام بالروح الثانية. الله يتا شفت الموت ويلا، شي دابا انا مريح دابا شي كنحس براسي في النعيم دابا.